بص اللون البنفسجي مش لاقي على دقني، ينشلها يندهنها ليلا. عندك ليلا؟ ربنا يخلي. امين. سؤال فل. اهلا، ازيك يا رامي؟ يا ابني انت بقالك فتره مش عاجبني على فكره. اه والله صحيح، انت من زمان مش عاجبني، انا افتكرت دلوقتي. اصل انا كنت متردد بقالي فتره، بس خلاص خدت قرار مصيري في حياتي. برافو عليك. بص، قرار انك تسيب التمثيل دلوقتي ده قرار محترم. انت ترجع بقى تقف مع بابا في محل الموبايلات، موبايلات بتتسرق منه وبابا يا عيني بيقع كل شويه. تمثيل ايه اللي اسيبه؟ انا مش ممكن اسيب التمثيل ابدا. انا خدت قرار اني اتجوز، هتجوز ساره. ساره زميلتنا مساعده المخرج. برافو عليك. اولا كده كده هتسيب التمثيل، ثانيا اختيار موفق، احييك. انا خلاص هروح اعترف لها بحبي. ده منظر واحد راح يعترف بحبه؟ ده منظر واحد يعترف بجريمه، يعترف على نفسه؟ ايه المنظر ده؟ ماله منظري؟ قولي كده هتقول لها ايه؟ يا ساره انا بحبك وعايز اتجوزك. ايوه وزود لي بطاطس وعايز كول سلو كاتشب مايونيز. ايه يا ابني انت بتطلب اوردر يا ابني؟ ده جواز، جواز يعني انت رايح تسوق لنفسك. انت ما بتشوفش افلام اجنبي ولا ايه؟ لا ما بشوفش. ما بتشوفش افلام اجنبي وعايز تتجوز ساره يا رامي؟ طب اروح اشوف فيلمين اجنبي بسرعه واجي؟ وليه تبهدل نفسك وتروح وتيجي؟ الاجنبي كله هنا. انا احكي لك يا معلم. بص يا رامي، اللي انت رايح تعمله دلوقتي ده اسمه بروبوزل. قول ورايا كده. بروبوزل؟ لا خلاص ما تقولهاش، يعني اعملها ما تقولهاش. حتى لو حد طلبها منك طنشه، اوعى. البروبوزل ده بتبقى لحظه رومانسيه كده ملزقه بتخش فيها على البنت وتطلب الجواز. لو اتعملت مظبوط انسى خلاص، بنت دي اعتبر نفسك في الكوشه، يعني تتجوزك اول ما باباها يرجع من الشغل. وش امين احنا اصحاب صح؟ لا خالص. الحمد لله. يبقى تجيب لي البروبوزر ده وانا هحاسبك. بص اولا اتعاملت معاه برضو على انه ده وحموضه من الصيدليه، حاسبك ايه؟ وقلت لك ما تقولهاش، دي الغلطه الثانيه. البروبوزر ده يعني تنزل على ركبتك تقف وقفه حلوه، ورد، بالونتين، شياكه، مشاعر، انا اقف اصورك، اشير، اصرخ من السعاده، اتفاجئ. بص بقول لك ايه، سيب نفسك خالص انا هظبطك. ايوه امسك دي بقى كده يا معلم، كده شكلك بقى لا يطاق. بجد يا امين انا عارفك ما بتجاملش. انا هضرك؟ بس انا مش عارف هي اتاخرت ليه كل ده. لا احنا مالنا بقى، احنا مستنيين تتاخر ما تتاخرش، بعدين عروسه بقى. اصل انا زهقت ورد وبلالين. لا 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 ما تسيبش البلالين دي يا ابني، ده هيليوم، تسيبه يخبط في السقف. هيليوم؟ رامي انت لا تعرف البروبوزر ولا تعرف هيليوم. بجد انت اول مره تتعامل مع الهيليوم؟ طبعا يا ابني ده ظريف جدا. طب بص بما اننا مستنيين بقى، استنى اوريك حاجه هنتسلى موت. شد، اوعى يكون فيها حاجه وحشه. بقول لك مش هضرك. ايوه هديها كده. صباح الخير يا جماعه. ايه امين انت بعت لي حاجه بتقول لي عايزك ضروري في ايه؟ بص يا ساره، انت طبعا عارفه ان الجواز اسمه نصيب واحنا بنحب ندخل البيوت ببنها. انا اسف في حاجه، في حاجه في الصوت. انا امين مش عايزين هزار، احنا عايزين نتكلم بجد. والله العظيم دمه بقى خفيف. بص انت ممكن تكمل تمثيل بقى يعني، بس ركز كرتون عادي. انا ما شفتش اتفه من كده. هي الحاجات دي كمان بقى فيها هزار؟ وبعدين ايه ده، ايه البلالين واللبس وعرف الديك اللي انت عامله ده؟ ايه الهبل ده؟ ساره ساره ساره، انا بحبك وعايزه اتجوزك وكل سلو وبطاطس. كمل الاوردر بقى. انت طاهر باين؟ طاهر رامي 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 رامي، عارف انت لو كنت من الاول جيت وقلت لي دغري كده من الاول كان ممكن افكر، بس بصراحه بعد التهريج واللبس وكل الجو ده يعني خلينا اخوات احسن. عاجبك كده؟ والله الموضوع كان ماشي كويس، بس انت زودت هيليوم في البروبوزل. والله العظيم لو كانت الجوازه مشيت ما كنا ضحكنا الضحك ده. شد بقى شد. شوف من اولها كده واحنا لسه في مرحله قبل الجواز وعلى البر، لازم تبقى عارف كويس انت عايز انهي نوع من انواع الجواز. هي النهايه واحده للاسف، جواز، بس الانواع مختلفه. انواع الجواز كتير جدا ما لهمش اي علاقه ببعض، كل نوع له ظروفه، موده، استعداده، الجو النفسي، الابلكيشن اللي لازم تسحبها قبل التقديم. ايوه يا ابني، عندك مثلا الجواز التقليدي ده اشهر انواع الجواز، ده بيبقى غالبا جواز اجباري زي التجنيد كده، اللي هو بيتم عاده بعد انهاء الدراسه او وصول لسن معين. لازم تسلم
سلم نفسك. البنت قربت تخلص العشرينات تسلم نفسها، الولد اتخرج واشتغل ولسه هتلعب معاه يسلم نفسه. مسلوبين الاراده، مفيش اختيار، مش متطوعين خالص. الفرق بينه وبين التجنيد ان بتبقى التجنيد مدته محدده، لكن الجواز هنا يعني بيبقى للاسف مدته انت فاهم بقى. وجواز الصالونات أسوأ نوع تقليدي، لأنه بيبقى عامل زي مكتب خدمة العملاء كده. شوف الصالونات تدخل تاخد رقم، تستنى دورك، تقابل المختص، تشوف مصلحتك ماشية ولا إيه الكلام، شوية مفاوضات ويمشي الحال أو ما يمشيش. وساعات جواز الصالونات بيبقى جواز صالونات التجميل. إزاي؟ دي لما واحدة تخطب لابنها البنت اللي بتروح لنفس الكوافير، تبقى ضامنة بقى إنها شافتها قبل وبعد التشطيب، وإن مفيش عيوب صناعة خطيرة فيها. إن كان على طلقية المعجون والشين البلاستيك والصنفرة الناعمة، لا فدول يندرجوا تحت بند الصيانه، يعني مفيش مشاكل، مش هنختلف. في كمان جواز القرايب. جواز القرايب بالنسبه لي ده هو ماما لما تكسل ومش عايزه تتعب نفسها خالص، لا عايزه تجازف ولا تفكر بره الصندوق ولا بره شجره العيله. عايز تتجوز، اتجوز بنت خالتك. طب مش بحبها يا ماما؟ هتحبها حبيبي بعد الجواز، مفيش مشكله. يعني ايه التحول اللي هيحصل لها بعد الجواز؟ انا عايز افهم. ما انا عارفها من 25 سنه ما حبيتهاش، هقع في غرامه وهي بتحاسب محصل النور مثلا؟ هحب طريقه رصها لطقم التوابل؟ تقول لي يا واد احنا خبزينها وعجنينها. يا ماما اتجوز واحده معجونه ليه بس؟ ايه جو الفرن الآلي ده؟ وبعدين ليه فجأة اصحى الاقي خالتي بقت حماتي؟ طالعه بدورين بنوفر؟ ايه اللخبطه دي؟ طب خد بنت عمك، بنت خالك، طب مرات خالك، طب ابن عمتك. ايه بتحافظوا على السلاله النادره؟ ما بتدخلوش غريب ما بينكم؟ في ايه؟ في طبعا الجواز عن حب. اهو ده حلو، ده بقى النهايه السعيده، حلم كل شاب وفتاه. جميل، بس هو مشكله النوع ده انه تريكي شويه، خادع كده، ملوش ملكه، مش مضمون، لان سبب الجوازه نفسه غالبا بيختفي بعد الثلاث اسابيع من الجواز. يعني اخر اسبوع في شهر العسل تبدا الغشاوه اللي على العينين اللي على شكل قلوب دي تروح، الميك اب يتمسح، الكحكه تتضرب، الشعر يتغسل، البيجامات الكاستور تطلع، الشبشب الزيكو يظهر، الخناقات على الريموت تشتغل، ويبقى السبب اللي اتبنت عليه الليله كلها اتكل على الله. الميزه الوحيده اللي بتفضل في الجوازة دي هي القصة الرقيقة اللي وقت الزنقة بيحكوها لأولادهم. تلاقي الأم تقول لأولادها أنا اتجوزت بابا عن حب، بقرف كده. أو لما تتخانقوا وتمسحوا ببعض بلاط الشقة تفتكروا اللحظات الرومانسية اللي في الأول، أيام لما كنتوا بتختاروا البلاط ده سوا، بلاطة بلاطة عشان تمسحوه في الخناقات عن حب. وعندك طبعا جواز المصلحة، لو جه في دماغك مصالح الفلوس والورث وجو المسلسلات ده، لا 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 خالص، ده بطل من سنة 82 مثلا، فكك. أنا بتكلم عن جواز المصلحة المصلحة. إحنا طبعا عندنا مصالح كتير جدا، مصلحة الشهر العقاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الصرف الصحي، مصلحة البريد، دي بتبقى بيئة خصبة جدا للجواز. ليه؟ أعداد مهولة من البشر، غالبا مفيش شغل، فراغ شديد، وقت طويل، وشهم في وش بعض، ده مفيش مهرب، بيتجوزوا. عشان كده عملوا مصلحة الجوازات. أنت كنت فاكر مصلحة الجوازات اللي هي بتاعت جوازات السفر وال... طبعا. لا ما انا كنت فاكر زيك كده. لكن جواز السفر بالنسبه لي هو اللي بيتجوز مثلا خواجاي علشان ياخد الجنسيه ويهاجر على بلدها، او اللي بتتجوز واحد عايش بره عشان تسافر معاه. ده حول زي اللي بيروح السينما عشان ياكل فشار بس، او بيتفرج على فيلم وثائقي عشان يسمع المزيكا، ده مش مظبوط. وفي بقى الجوازات السريعه، دي بتبقى غالبا فيها مشكله، مصيبه بتتلحق، جمعيه بتتلم، اعاره هتطير. الجو ده، الجوازه دي عامله زي الاير باك بالظبط اللي بتطلع في الحوادث كده، بتقلل الصدمه بس بتعورك في وشك، ايه لازمتها؟ دي عكس بقى الجوازات الجملي اللي هي على نار هاديه، اللي هي البنت والولد بيبقوا متصاحبين 3 سنين ثانوي ويقروا فاتحه 4 سنين جامعه ويتخطبوا رسمي بعد التخرج 8 سنين كمان، يزهقوا من الوضع ده فيكتبوا الكتاب، سنتين و4 شهور فجاه يقرروا يتمردوا على التقاليد، ياخدوا شقة إيجار جديد ويجيبوا أوضة نوم من المناصرة ويتجوزوا. خلاص الله، ما كمل أول ده، انتوا دفعتكم لواءات يا ظلمة، كان إيه طموحكم؟ معلش يعني دوبلكس في جزر المالديف مثلا على ناصيتين، اتفاجئتم؟ ما كمل أول. لكن عموما في كل الأحوال اتجوز. لو جوازتك حلوة هتبقى سعيد، لو جوازتك وحشة هتستفيد برضو، هتبقى مفكر، محلل، فيلسوف، عميق، ممثل، تعمل حاجات كوميدي سخيفة زي واحد صاحبي يعني بيعمل حاجات شبه كده. بس انت نسيت تتكلم عن الجوازة التانية. اخرس، جوازة تانية؟ انت اتجننت؟ اي حاجة اكلمك فيها تقولها على الملأ كده؟ ده بيتهيألي ان في جوازة تانية. ايوه، الجوازة التانية دي مش نوع اصلا. اسمي سراج الحكيم، 26 سنة. أهلا يا أستاذ سراج، خير؟ أنا عندي مشاكل مع البنات. ومين فينا ما عندوش؟ أنت عارف الرجالة اللي زينا اللي على قدر من الوسامة والرقي
بيبقى عندهم ملاحقات ومطاردات من الجنس الناعم، ده عادي. لا أنا الحقيقة كل ما اتعرف على بنت وأعجب بيها وأحاول أقرب. آه فهمت فهمت، بتقولك اتقدم لي وجواز وحاجات زي كده. بص البنات بتوع اليومين دول ما بيضيعوش وقت، عمليين جدا ومستعجلين، خاصة إن هم قدام شاب زيك أو زيي، فدي بتبقى فرص لا تعوض. يا دكتور أنا كل بنت بتعرف عليها بتقولي جملة واحدة بس، بتقولي خلينا أخوات أحسن. إيه؟ خلينا أخوات أحسن؟ خلينا أخوات أحسن. الجملة دي تحديدا؟ أيوة. ولو ما عندهاش أخوات بتقولك أنا لو كان ليا أخ ما كنتش أحبه قدك يا وحيد. وحيد يا سراج، قصدي أنت. كمل أنت، إيه مالك اتوترت كده ليه؟ هكمل. اتفضل. يعني مثلا انا كان ليا تجربه مع بنت زميلتي في الشغل، وكنت خلاص فاكر ان بدات تاكل دماغك بالكلام عن كريم زميلكم. لا اسمه ادهم. لا كريم، اسمه كريم. تنتهز اي فرصه عشان تقول لك كريم راح، كريم عمل، كريم شكله. وده اسمه التهاب كريمي عاطفي. ده بيبقى مرض في بدايته بيبقى في ظهور فظيع لكريم في أجزاء كتيرة من حياتك، وده بيعمل التهاب في الدماغ لأنك من كتر النرفزة بتضطر تهرش في دماغك بشكل مش عادي. اتفضل كمل. عارف يا دكتور أكتر حاجة مؤلمة إيه؟ إن البنت اللي أنت بتحبها وبتعتبرك زي اخوها بتكلمك عن شخص تاني هي بتحبه وهو مش حاسس بيها، صح؟ ايوه بالظبط. ما ان شاء الله عنه ما حاسس. مش فاهم انا. ما يولعوا مثلا. احنا مالنا؟ بتقعد تطلب منك افكار عشان خاطر تلفت نظره، بتعتبرك زي اختها مش اخوها. ليه الجزمه؟ هما بيبقوا خايفين من العلاقه. ايوه خايفين فبيهربوا يحطوك في الفريند زون في الضلمة. العيب مش فيهم. العيب مش فيهم، ده في حبايبهم. أما الحب يا روحي عليه. يا روحي. أقول لك أنا بقى تعمل إيه؟ أي واحدة في حياتك ما تديهاش فرصة تقول لك إن أنت زي أخويا. لو واحدة ماشية في الشارع بتسألك على عنوان تقول لها خلينا أخوات أحسن. لو واحدة اتصلت بيك علشان تبيع لك كروت خصومات تقول لها إيه؟ خلينا أخوات أحسن. لو واحدة في الشغل زميلتك الصبح بدري بتكلمك بتقول لك صباح الخير تقول لها إيه؟ صباح النور. لا صباح الخير، خلينا أخوات أحسن. قول لها خلي كريم ينفعك. لا كان اسمه أدهم. كريم ما تخنقنيش. كريم مفيش أي مشكلة خالص. كريم أنا فاهم إن ده احتمال يكون اسمه العلمي كريم، بس أنا عندي مشكلة دلوقتي. أنا كده مش عارف أحب ولا هتجوز. تتجوز إزاي يا ابني؟ كل البنات اللي في العالم إخواتك. طب أعمل إيه؟ أنت ما تعملش أي حاجة، لأن أنا هبقى كويس. أنا هبقى كويس. من فضلك سيبني شوية عشان مالك؟ أنا اتحسنت دلوقتي الحمد لله. ما تاخدش الأمور بصعوبة كده وفرفش. أرجوك أستاذ سراج، أرجوك اتفضل. مالك يا دكتور اهدى. أرجوك بص سيبني دلوقتي. أنا كويس بالنسبة دلوقتي ليا. أنا الدواء بتاعي والعلاج. اسمع، انسى قصة العلاج والدواء والطب النفسي والكلام ده. سراج خلينا اخوات احسن. قبل الجواز بقى يعني الرومانسيه، يعني التعطيف والاغاني العاطفيه. طبعا تلاقي كل اتنين مخطوبين او اي اتنين بيحبوا بعض عندهم الاغنيه بتاعتهم، يقول لك ايه دي الاغنيه بتاعتنا، حاجات كده. مش مشكلتي ان هم خدوا الاغنيه بالدراع كده وكتبوا عليها اسمهم وبقت بتاعتهم. انا مشكلتي ان ساعات تلاقي الاغنيه بتاعتهم دي اغنيه غريبه جدا، يعني مثلا هتمرد على الوضع الحالي الله اغنيتنا، او مثلا انكسر جوانا شيء مثلا. تفهمي من كده ايه بقى؟ ان الكلام مش مهم قوي عندهم، المهم المود.
ولازم تعملي بصوابعك كده المود. طبعا مرحله قبل الجواز دي مرحله انتعاش الاغاني العاطفيه، اغاني رايحه اغاني جايه، رنات تليفون، رسائل صوتيه، حركات، جو، مود. المود خدتي بالك؟ انا عايزك بقى تركزي معايا وتفوقي من المود ده ونفكر في الكلمات مع بعض علشان هنشوف العجب. نبدا بالقديم. الست بتقول ايه؟ بتقول وسقيني وملة وسقيني تاني، اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني. تمام؟ معلش مع احترامي الشديد، هل ده انطباع عندي لوحدي ولا انت كمان خدت بالك ان في حاله جشعه فظيعه فايحه من الاغنيه؟ يعني اسقيني وملة اوكي، اسقيني تاني حاضر تأمرينا، اسقيني تاني ما انا لسه ساقيكي، اعمل ايه؟ من الحب منك بقى من نور زماني، اتصرف ماليش فيه، اي حاجه تقعد تحت ايدك مصلحه. لا واسم الاغنيه ايه فاكره؟ الحب كله كله في جشع. في اغنيه تانية بتقول ايه؟ بتقول سؤال محدد جدا، واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ كل مشكلتها انها ليس في الحب القديم، مش عارفه تعمل فيه ايه. لا اعمليه في اوضه المطبخ، مسكات للسخن، كره شراب، دخلي دفده وادفعي الفرق وخلاص. عايزانا احنا نعمل ايه؟ طيب احب تاني ليه موت. الأستاذ فريد الأطرش بيقول في أغنيته الشهيرة زينة زينة، والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفي من الله لقطه في الخدين. بغض النظر عن أن الشطر الأولاني عجيب، أنهي شيطان سادي وسوس له بالفكرة الدموية دي؟ يقطه في خدين ليه؟ هي سايبة مفيش بوليس؟ هي زينة دي ملهاش أهل؟ هل خدها وهو مقطوف ده هيخليك تخش في المود؟ بعد شويه بقى بدا الحبيبه يسافروا بره كتير طبعا علشان خاطر يكونوا نفسهم وكده، فكانت اشهر اغاني الحب للمرحله دي طبعا اغنيه سلامات سلامات سلامات، فاكره؟ شوف سافروا معاك كام واحد، ما وحشنا منهم واحد، لا 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 لا, لا ده انت وحشتنا بالذات. واحده حبيبها مسافر لاي سبب، هل المفروض ان البعثه كلها توحشها؟ يعني انا مش فاهم، هل هتفتقد الفوق بحاله؟ هتوحشها كل العماله المصريه في الخارج، كل المغتربين؟ ما هو طبيعي ان كل واحد يوحشه اللي يخصه، هي بتحمله جمايل ليه طيب؟ قال ما وحشنا منهم واحد، قال لو انت تعرفيهم حضرتك. بعدين ابتدى بقى يظهر الجيل المستعجل، يقول لك في الاغاني ايه؟ ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا تشال. تخيلي قال كده، متأكد انها ضحكت بس؟ يعني كل ده عشان ضحكت ولا عملت ايه بالظبط؟ معلش قول لي انا زي اخوك. وكبرت معاه بقى قال لك ضحكت يعني حاسه هواك وموافقه تعيش العمر معاك. امال لو كانت غمزت كنت عملت ايه؟ كانت عملت لك توكيل رسمي بحق التصرف في ممتلكاتها؟ كانت هتتبرع باعضائها علشانك؟ كل ده عشان ضحكت؟ شفت كميه اللخبطه اللي حصلت لنا من الاغاني العاطفيه؟ بس برضه بتعمل مود حلو، حلو قوي. ده كفايه الرموش بس في اغانينا العاطفيه، الرموش دي بتعمل مود عالي قوي في الاغاني على فكره. انا عايز افهم ايه موضوع الرموش ده بقى؟ ايه المكانه الاسطوريه والاستثنائيه اللي بتحتلها الرموش في الاغنيه المصريه؟ ايه؟ دي رموش يا جماعه، ده شعر، شويه شعر طلع نزل طول قصر خف تقل، هو شعر في ليه نحمله اكتر من طاقته؟ ليه؟ لما يقول لك مثلا رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، ايه؟ هو قرن غزال جرحني وذبحني ولا دي؟ بقول لك سمع في القلب حاجه قال ده رمش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين، رمش عين في القلب؟ يعني ايه الحموضه دي؟ كمان بقاله جمعتين؟ يعني الرمش ده بايظ حضرتك. طبعا اكتر رمش مرعب انت عارفه طبعا اللي هو بتاع اغنيه انت خايف من رموشي يجرحوا ما بيجرحوش، طمنته. ايه اللي ممكن يخوف راجل محترم بالغ بشنب كده من رموش؟ المفروض تقول له انت خايف من رموشي؟ لا عادي ما بيعضوشي مثلا، إلا لو حاولت تهاجمهم علشان أنا مضمنهمش. أما عن طريقة الإصابة بالرمش فالمؤرخين قالوا إنها بتكون دايماً عن طريق الرمي، رمى رمشه خد روحي وراح. شفت الحركة دي؟ أنا شايف إن الرموش أتفه من كده بكتير يا أخوانا، مش لازم عشان نبقى رومانسيين نتهبل خالص. قال أنت خايف من رموشي قال. وإيه حكاية العوازل اللي مالين أغانينا العاطفية دول كمان؟ مين العوازل؟ جم منين؟ إيه خصائص كائنات العوازل على وجه التحديد يعني؟ إيه بقى المخلوقات المتفرغة للتربص بالناس والوقف على السقطة واللقطة؟ الناس اللي بتغني كلها خايفة من العوازل، شيء غريب جدا. إيه تعريف العزول بالظبط؟ جات منين التسمية المريبة دي؟ شفتي عزول قبل كده بعينيك؟ طلع لك عزول قبل كده؟ أنت طب أنت مؤمنة بوجود العوازل ما بيننا؟ في أسئلة كتير أنا في موضوع العوازل ده مش داخل دماغي. قال لك كدنا العوازل يا لمونة. لمونة إيه برضو؟ عوازل ورموش بتترمي ومناديل ومواويل وخدود بتتقطف قبل الجواز، كل ده في المشاعر والرومانسية. أمال بعد الجواز هنغني إيه؟ هنغني أنا عايز أعيش في كوكب تاني؟ كلام فارغ وتهريج. بالمناسبة أنا ومراتي كان لنا أغنية مفضلة مع بعض، أغنيتنا كانت اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، عشان إحنا بنحب البسبوسة بالقشطة واللانشون، فكنا بنعيش معاها مود لذيذ قوي. يا سلام. النهارده هنتكلم عن فتى الاحلام. هو صحيح حب في الحلم، بس انا دايما بقول لو هي مصدقه فعلا ان ده نصيبها ومتعشيه قبل ما تنام ودخلت الحمام
أكيد هتلاقيه واقف قدامها ومعنا اتصال وبنقول ألو. ألو؟ ألو أسامة؟ أيوة. ممكن أطلب أوردر؟ نعم. قصدي ممكن أشكي لك حاجة؟ ده غير الأوردر. الحقيقة أنا عمري ما جالي فتى أحلام. قصدك مفيش عرسان بتتقدم لك؟ لا بصي هو ده بيبقى. لا أسامة فهمني، أنا عمري أصلا ما حلمت بفتى أحلام. طيب قولي لي إيه مواصفات فتى أحلامك؟ أنا عاوزاه يكون راجل جدع، أحس وأنا معاه بالأمان. وإيه كمان؟ ويكون شجاع وقوي وبيخافش من حد وبيهموش حد. مفهوم. يكون جامد جدا. طيب خشي نامي دلوقتي وهتحلمي بفتى الأحلام الجامد اللي نفسك تكوني معاه. يا سلام. السلام والرحمة أبلة. إيه ده؟ أنت مين؟ أنت عايز مني إيه؟ لا ما تهجي عليا كده وتروح يا ست الكل، أنا جاي من طرف الأستاذ أسامة اللي هو بتاع التعطيف، على اعتبار يعني إن أنتِ كنتِ طالبة فتى أحلامه كده هون، نظام شجاعة، قلب ميت ومواجهات، وعدم المؤاخذة أنا الفتى اللي الأستاذ أسامة مش هيعولي. لا لا أنا فتى أحلامي مستحيل يكون شمال زيك، أنا أكيد عملت أوردر غلط. لا شمال مين؟ أنت بتتكلمي، أنت بتقولي إيه؟ لا عسلية، لا أقسم بالله شايلك في وشك، ما تقوليش شمال، أنت مش عارفة أنت أنا ولا تحب أعرفك. لا مش عايز أعرف. نظبط. لا هتصحي مني فين؟ الحب هو اللي بيخلي الواحد يقدر يعيش ويكمل. كله بيبقى بالحب. ومعنا اتصال وبنقول ألو. كده يا أسامة أنا تجيب لي فتى أحلام بلطجي؟ حضرتك ده مسجل خطر، ده كان هيشايلني في وشي حضرتك. طب ألف مبروك، أدي فتى أحلام الجالك أهو، كويس إنه مهتم بوشك. يا أسامة. إيه؟ لأ أنا طول عمري شايفة إن فتى أحلامي ده مفروض يكون رقيق ورومانسي ويفضل دايماً جنبي، ما يسيبنيش ولا لحظة. طيب نامي كمان مرة عشان تحلمي بفتى أحلامك اللي مش هيسيبك ولا لحظة. لا لا ثواني، ما انا مش قصدي دايما جنبي يعني دايما دايما لازق فيا. مش انت قلت لأسامة ان انت عايزه فتى احلامك يبقى دايما جنبك؟ لا بص بقى، اولا انت اصلا كده تختفي من الحلم خالص، ثانيا بقى تروح لأسامة ده تقول له انا خلاص عرفت انا عايزه ايه. طب انت عايزه ايه؟ انا عايزه اتبسط، عايزه افرفش، عايزه فتى احلامي كده يكون دمه خفيف. اخس. طب مش عايزه اي حاجه تانية؟ اصلا عندي مميزات كتير قوي الا الخفيف. طب تحبي اكل خفيف، لبس خفيف؟ اوكي. طب مش هترجعي يعني تكلمي اسامه وتغيري رايك وتزهقي اتصالات بصوتك الحلو ده؟ مستحيل. خلاص انا عرفت انا عايزه ايه، انا قاعده اهو مستنيه في الحلم لغايه ما احلم بالشاب العسول ده اللي هيساعدني، ومش هسيبه غير لما اتجوزه. يلا روح بقى اقول له اسامه. حاضر. عموما أنا في الحلم اللي جنبك، لو اتقلبتي أو احتاجتي أي حاجة قولي يا مشمش جنبك. مساء الخير. لا مونولوجيست، أنا زهقت من الحياة. اقلبي على النهار. لا اللي بيحصل ده مش ممكن يكون طبيعي، أكيد دي مؤامرة، أكيد ده مخطط. مخطط ولا مشجر؟ لا لا كده كتير كتير كتير. مشالت انا لازم اصحى من النوم، لازم اصحى من النوم. استنى نوم وجري. اخرس. نوم وجري ايه الظريف كده؟ قلش رخيص. انا اول مره استخدم القلش في حياتي. قلش مسكن. القلش وما يريد. لا انا لازم اصحى من النوم، لازم اصحى، لازم اصحى. استمعتم دلوقتي لأغنية حلم قريب حلم بعيد، ويا رب كل أحلامكم تبقى الحمد لله وتتحقق. الحمد لله كالكابوس. على طول في حب. نلتقي يا سكر إن شاء الله على خير. إيه ده؟ من برنامج وإحنا اتجوزنا بجد؟ أنت بتهرج. أنا بهرج الزبالة كل يوم قبل ما أنام. Ooh.
مباراة جديدة، مباراة الحسم ما بين كريم وسماح. اهو داخل اهو زي ما احنا شايفين. كريم يا جماعة 16 سنة صحوبية، 9 قراية فاتحة، 7 خطوبة فركشهم كلهم، وهي دي خطيبته الأخرانية سماح اللي جاي فركش معاها النهاردة. سماح جاية النهاردة مصرة، وأنا متنبئ لها بمستقبل كبير جدا جدا في بيت العدل إن شاء الله. يا جماعة هو ده الصراع، هو ده اللي هتشوفه النهاردة، يا ترى فركشة ولا تثبيت؟ هو ده السسبنس. خلينا نتابع مع بعضنا المباراة كلنا يا جماعة. اتأخرت ليه يا أستاذ؟ معلش يا أستاذة، الدنيا متكعبلة وكان في موقف معدي والمواصلات زحمة. ما انت لو كنت جبت عربية وسمعت كلامي كنت رحمت نفسك ورحمتني من البهدلة دي بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. هوبا، ايه اللعبة دي؟ بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. واحد سماح، صفر يا كريم السنجل. مش معقول يا جماعه، مانشيت على الصدر ما حطش منطق. ما هو هيقول ايه؟ ما هو هيقول موضوع التحرش ده بيكسر اي راجل، بيهز اجدعها شنب. ما شاء الله سماح داخله سخنه بشكل غير طبيعي. مش معقول، يكفي انها كملت للمرحله النهائيه مع اسم كبير زي كريم السنجل بطل العالم في رمي الدبله. برافو يا بت سماح. لا لا لا، دي مش دخلت واحد دخل يخلص، اديله على دماغه ما ترحميهوش. دي فشها واخلص. ايوه كده يا سماح، هخش عليها بالقضيه. خش يا وحش. داخل كريم يا جماعة، شكله متحفز، خسر الجولة الأولى لكن مكمل، وهي دي روح الخطوبة. أقولك إيه، بعد كده ولا تفكك بقى من حوار المواصلات والتاكسيات، تجيلي بعد كده ماشي، على الأقل يا شيخة تخس شوية. يا نهار أبيض، شوف اللعبة دي، بيكلمها عن التخسيس وما يتكلمش عن التخسيس إلا الراجل الخسيس. قلتلكم مش عظمة سهلة يا جماعة، سوبر سوبليكس ملوش حل يا إخوانا. والله كريم السنجل ده مش سهل، كريم السنجل ده دون جوان الميريلاند، بيعمل الصح، بيلعب السليمة. الوقت بيمر، يا ترى سماحة هترد ولا إيه اللي هيحصل؟ ويا ترى بقى ده كلامك ولا كلام منطق؟ أوبا، لا 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 لا، ده ضرب تحت الحزام. لا مش قانوني يا بنتي، لا تهزيتي ولا إيه، لا عايزين لعب نضيف. لا ما ينفعش موضوع مامته ده غلط، هتدخلي مامته هيدخل مامتك، هتدخلي طنطو هيدخل طنطك. بيحسبها الكريم، بيحسبها الكريم. واحد واحد، مش معقول يا جماعة إيه الندية اللي إحنا شايفينها دي؟ واحد واحد يعني تعادل، تعادل ما بين كريم وسماح دلوقتي. إيه السسبنس ده؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه نتشد كده؟ إيه الجمال ده؟ إيه المباراة دي؟ يلا بينا. أنا شايف التوتر من عندي هنا، سامع نبضات القلوب وسامع كل حاجة. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ فركشة ولا تثبيت؟ والله أعصابي ما تستحملش، أنا راجل كبير وما استحملش. مالك يا سماح؟ مفيش. متضايقة من ايه طيب؟ وانا اتضايق من ايه؟ هو انت عملت حاجة تضايقني؟ شكلك زعلان يا حبيبتي. وانا ازعل من ايه؟ هو انت عملت حاجة تزعلني؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما قريفة ليه يا روحي؟ وانا قريف من ايه؟ هو انت عملت حاجة تقريفني؟ ايه بقى يا شيخ؟ حرام عليك بقى يا شيخ بقى، انت ما عندكش ولاية. يا باي، لا 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 لا، ده لعب سلبي، لا لا لعب سلبي، ده وحش ده. الله يمسيها بالخير، مراتي كانت تحب اللعبة دي زي عينيها، كانت دايما تزنقني في الركن باللعبة دي. أنا جوازتي يا جماعة تمت في لعبة زي دي. أيوة الحكم لازم يتدخل. بيلغي الجولة. محظوظ يا كريم، بترجع النتيجة تاني، تعادل واحد واحد زي ما كنا والجولة دي اتلغت. طبعا ده كلام مظبوط كريم. يا سنجل فوق، الماتش بيضيع منك ضربة واحدة كمان وتفقد لقب سنجل للأبد، وهتبقى بتتش وعندك عيال زيي بالظبط. أيوة كده يا سماح. هو ده الكلام يا وحش، يستاهل. هو اللي عمل كده في نفسه، استمر في الطريقة دي حلوة موت، يصير يزهق ويجيب آخر. برافو يا سماح. ورجعنا تاني يا جماعة الجولة الأخيرة، جولة الحسم، فركشة ولا تثبيت؟ عايزين نعرف بقى، عايزين نشوف مين هيحسمها بقى، عايزين نطمن بقى. أنا عارف إنك زعلانة عشان قلتلك خسي، بس ده مش عشاني، ده عشان مصلحتك. أقولك على حاجة، بطلي أكل حلويات شوية، مش هقضي أنا حياتي عند دكتور السنان. ده ما كانش دكتور سنان، ده كان دكتور رجيم، كنت بخليك توديني ليه عشان أخس، عشان أعجبك، عشان بحبك. بجد يا روحي؟ تثبيت أكتاف، تثبيت أكتاف يا جماعة، تثبيت أكتاف لكريم السنجل. كريم السنجل ما بقاش سنجل، كريم السنجل انهار يا أخوانا، وعلى إيد مين؟ على إيد بنت مصر. الله عليك يا سماح، ربنا يتمم بخير يا بنتي. إن شاء الله الفرح يكون في دار الدفاع الجوي قاعة الأوركيد، نشوفكم على البوفيه. يلا بينا يا أخوانا. الله يا سماح، الله يا سماح، الله يا مصر، الله يا مصر، الله. Thank you.
طالما حصل قبول نحب نسمع طلباتكم. لا يا خبر ابيض، طلبات ايه وبتاع ايه؟ واحنا كل يوم بنلاقي شاب زي محمود. طب الحمد لله. احنا بس يعني كان عندنا شويه طلبات بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي الليله. وهنسمع ابن حلال وكريم وهيخطب البت الحيله. المهر كبير شاف كاسه كبير محبس بالصوت محمود مبسوط هانيمون في تايلاند في جزيره. حاسس برضو ان احنا زودناها معاهم في حكاية طقم التوابل ده. انت طبعا مش متجوز فاكيد بقى عمال تسمع الكلام اللي الناس بتقعد تقوله قبل الجواز ده. يقول لك مثلا الجواز ده زي البطيخة. معقولة يشبه الجواز البيت والعيال شبهه البطيخة؟ ده ظلم للبطيخة، لأن البطيخة حتى لو قرعة هتطري على قلبك، الجواز لأ. طبعاً، وبعدين البطيخة دي ممكن ترميها تسيبها، ما فيش بطيخة تيجي تقول لك بقى نفقة ومؤخر ومين اللي هيربي البذر اللي في بطني. أيوة، أنا بس أنا مرة بطيخة قالت لي عايزة نفقة، بصراحة، يعني رميتها فحصل مشاكل. بطيخة واعية. لا بس الجواز برضو أسوأ، فاهم قصدي؟ لكن ما تصدقش كده، تخلي خرافات، ده كلام فارغ. او يقول لك مثلا ظل راجل ولا ظل حيطه. هل انت يخش دماغك ان مشكله البنات كلها اللي هم في الشمس عايزين ظل وخلاص؟ اقول لك الجواز ده مؤسسه، انت تحب تعيش في مؤسسه؟ مؤسسه ايه ده؟ جو مدمنين ومترو ومش مترو، جو مترو ده وزحمه وتلزيق ليه كده؟ او يقول لك مثلا الجواز اسمه نصيب، ده افلاس بقى، عارف لما البطيخه والمؤسسه والحاجات كلها تخلص يقول لك اسمه نصيب، في حين ان كل حاجه في الدنيا اسمه نصيب، يعني مقابلتنا انا وانت دي اسمه نصيب، ما تفهمنيش غلط، فاهم قصدي؟ عارف بقى كل الخرافات دي بتتقال لك قبل الجواز لغايه ما تلاقي نفسك عايش في وهم وتبقى مش عارف فعليا الجواز ده هو ايه. يا احمد اللي انت عمال تقوله ده مؤسسه وبطيخه واسمه نصيب، كل ده قبل الجواز؟ امال بعد الجواز اللي هيحصل؟ لا يا معلم، بعد الجواز بقى دي حكاية تانية خالص.